السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي كتير ما صورتش معاكم جولة. معلش، والله الفترة اللي فاتت كنت يعني انشغلت شوية. فيلا نرجع مع بعض بقى في فيديو حلو كده، ووريكم ان شاء الله محلات الحلال عندنا هنا عاملة ازاي، وبنشتري المنتجات المصرية بتاعتنا ازاي، او الخضار اللي احنا متعودين عليه او كده. هو طبعا مش زيه ابدا، بس هوريكم يعني هتشوفوا الدنيا عاملة ازاي. بسم الله نبدأ مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، شايفين البامية دي؟ البامية الفريش اللي بتبقى موجودة، اللي هي الطازة، البامية الطويلة خالص دي، اللي هي بنسميها عندنا في مصر الويكة. محلات الحلال دي بتبقى عندها مش بس منتجات عربية، لا، بتبقى منتجات كمان أفريقية. تلاقي خضار احنا ما نعرفوش اصلا، بيبقى اسمه كده غريب. اوريكم زي ما انتم شايفين معانا دلوقتي البتنجان الصغنون الحلو ده، ده بقول مثلا ده ممكن، بصوا بقى الكبير قوي ده، ده بقى بتبقى منتجات أفريقية، يعني احنا ما نعرفهاش قوي يعني، فاهمين؟ زي ما انتم شايفين هنا برضو، بصوا عادي في سبانخ اهي برضو زي بتاعتنا. السبانخ دي بتبقى موجوده في المحلات دي، بس مبتبقاش موجوده في السوبر ماركتس الكبيره بتاعتهم هنا، لازم تكون موجوده في محل حلال، اللي هي السبانخ الفريش دي، فاهمين؟ فيعني ايه الحاجات دي، الواحد لما بيشوفها بيفرح بينبسط. ده كده هنا كل السكشن بتاع الخضار، هتلاقوا هنا بصوا، هتلاقوا فلفل، الفلفل بتاع اللي هم الافارقه، هتلاقوا حاجات تحت كده بتبقى غريبه علينا شويه. حتى الموز الافريقي، في موز عندهم كده غريب، الواحده طويله وكبيره قوي كده وتخينه كده، برضو ده بيبقى موز تقريبا حاجه بتاع الافريقيين. انا هوريكم حاجه دلوقتي بقى، والله العظيم هتضحكوا ضحك وهتعرفوا في مصر نعمه. بصوا ده يا جماعه جوافه، الجوافيه الواحده ب 69 بي، شايفين الجوافيه؟ عايزه اقول لكم ان انا مسكتها كان هين عليا بوسها. الاثنين بجنيه و30، بجنيه و30، يعني الجوافتين يعملوا لهم بالمصري في حدود مثلا، يعني الجوافتين يعملوا في حدود مثلا قولي 20، يعني 23 جنيه مصري كده الجوافتين، انتوا متخيلين؟ عين عليا كنت اروح الراجل اقول له ليه؟ ليه انتوا بتعملوا فينا ليه كده؟ الجوافة عندنا هناك رخيصة يا ولاد الذين. ده بقى المستفندي برضو اللي بيجي من الدول، معظمها من الدول العربية، سواء كان من مصر بقى أو من أي دولة تانية، بيبقى برضو مش رخيص، بيبقى برضو ايه غالي. ده كده كورنر الخضار. في محلات حلال تانية بيبقى عندها سيكشن للخضار اكبر من كده، بس ده اللي كان متاح عندي. زي ما شايفين جينا هنا، ده البط، البط هنا بيبقى مجمد. لو انت بقى عايزة فريش او طازة، بنطلب من الجزار في المحل نفسه، بنعمل طلبية، يعني نعمل طلبية ان هو يجيب لنا بط فريش او يجيب رومي او اي حاجة فريش انت عايزاها، لازم تطلبيها قبلها وتتفقي معاه وتدفعي وكده. زي مثلا ايام الكريسماس بيجيبوا برضو الرومي الحلال والبط برضو الحلال، لو انت عاوزاه بتطلبيه من قبلها بشوية. الجزء ده كده انا بصور معاكم التلاجات، اللي هي الفريزر، اللي فيها كل انواع السمك العجيب الغريب اللي احنا ما نعرفوش. حتى السمك اللي احنا راح نعرفه زي اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده كده، اللي هو الماكريل اللي عارفينه، اللي بنعمل منه، اللي بنعمل منه سمك صينيه حاجه زي كده، فاهمين؟ هو ده. انا مره واحده بس في حياتي من ساعه ما جيت هنا اشتريت سمك مجمد من المكان ده، وحرمت حرمت اشتري سمك تاني من هنا، اللي هو كان شبه السمك البلطي، استغفر الله العظيم، كان وحش جدا جدا وكان شيلوه اي لازمه. وجبت كمان معاه سمك بحسبه بقى ايه ينفع اعمله صينيه، كان متقطع جزل كده وكان متجمد وشكله باين ان هو بقى إيه، شكله حلو. يا الله، والله عايزه اقول لكم رميته كله، بس حرمت اجي جنب التلاجات دي، بس انا بوريها لكم. بصوا بقى فيها سمك كبير ازاي، شايفين التلاجات فيها سمكه كبيره، ممكن سمكه تبقى طول عيل من عيالنا، ما اعرفش بصراحه. السمك ده تقريبا بيقولوا بيبقى سمك بحر ولا نيل، الفرق ما تجيبيش السمك بتاع الميه. انا من غير ما يقولوا لي انا حرمت اجيب منه تاني الصراحه، شكرا على كده. ده هنا الجزء ده كده بيبيعوا، بحاطين كده العلب دي فيها الكبد والقوانص، بس بتبقى مجمده، لان طبعا مش كل الناس هتشتري كل الكميه اللي عندهم في نفس اليوم لو هي جايه فريش، فبيحطوها في العلب دي كده في الايه، في الفريزر، بتبقى حلوه مش وحشه، فيها الكبد والقوانص وفيها القلوب الصغيره دي. هنا كده دي التلاجه بتاع الخضار المجمد، هتلاقي بقى السبانخ وهتلاقي الباميه وهتلاقي الملوخيه وهتلاقي الخرشوف اللي هو الارضي، الارضي الشوكي زي ما انتم شايفين. دي ماركه زاد، الماركه دي تقريبا مصريه، مش عارفه بس هي كل المنتجات دي بحس ان هي مصريه. وزاد اهي كمان الملوخيه، الملوخيه هنا بيجيبوا هنا وبيجيبوا زاد، وفي ماركه تانية اسمها كده اليكس،
برضو دي من مصر، حلوة جدا جدا يعني. عايز اقول لكم لو لقيتوا أليكس دي ما تسيبوهاش، بالذات في البامية. وبرضو زي ما انتم شايفين الفاصوليا اهي، وده دلوقتي هوريكم اللي هو الايه الخرشوف، اللي هو بيبقى معمول جاهز ومجرد انك انت بس هتحشيه، اللي هو بيبقى فروزن. النهارده لما انا كنت موجوده في المحل ده ما كانش فيه القلقاس، بيبقى فيه موجود القلقاس اللي هو هنا اللي هو المصري، بس بصراحه بيبقى مش احسن حاجه. ليه بقى؟ لان بيبقى مهري، والله مهري، انت لو حطيتيه لحظه بس كده في الشوربه هيتحول لبسيسه. فبصراحه القلقاس هنا المجمد مش حلو خالص، نفسنا بتروح له جدا بصراحه. بس انا عايز اقول لكم والله ما اكدبش عليكم، انا بجيبه يعني، انا مجرد ما نفسي بتروح له بجيبه، حتى لو مهري ماشي هاكله مش مشكله. بيبقوا حاطين معاه كيس سلق كده صغير يعني، بصوا تلحيسه. هنا بقى ده الجزء اللي هو ايه، اللحمه الفريش والفراخ الفريش وكله يعني، اللي هي الحاجات الطازه. زي ما انتم شايفين اللحمه البيف هنا ما تتاكلش، ما تتاكلش. الناس خلاص كلها خدت على هنا ان هم ياكلوا اللحمه اللي هي اللامب، اللي هي بيقولوا عليها الضاني، ناكل اللحمه الضاني او اللحمه الماعز، هي دي يمكن اللي شويه الواحد يقدر ياكلها. لكن بصراحه البيف استغفر الله العظيم، مش لحمه عجول ولا بقر، دي وحشه جدا، ناشفه وما فيهاش الشوربه بتاعتها، بتعمليها ما تحسيش ان هي مرقه ابدا، كويسه مش حلوه ابدا ابدا. هنا دي بقى المكرونات، المكرونات حلوة قوي قوي عندهم واسعارها حلوة قوي. ماركة فليس دي كويسة، بيبيعوا الاتنين بوان سيرتي، بجنيه وتلاتين. بنستعملها بقى زي ما انتوا عارفين في الكشري، في المكرونة المحمرة، يعني مكرونة بصلصة الطماطم عادية. انا بصراحة ما بحبش غير الصغنونة خالص، اللي هي ايه بيقولوا عليها الفونيا دي الصغيرة. وهنا برضو اهو الشعرية، لا غنى عن الرز ابو شعرية، لا غنى عنه. يعني الحمد لله رب العالمين. كل مدينة هنا في انجلترا بيبقى عندها محل او اتنين على حسب حجم المدينة وعلى حسب المجتمع المسلم او العربي هناك، اللي بيبقوا محتاجين حاجات حلال. المدينة مثلا اللي انا فيها اللي بصور فيه المحل ده دلوقتي، عندنا في المدينة دي هما محلين، لان المدينة صغيرة وما فيهاش قوي يعني، كانت صغيرة والحمد لله دلوقتي بقى فيه مسلمين اكتر وعرب اكتر، بس برضو ما زال عندنا هو فقط محلين بس، ده وواحد تاني. المهم فدي بقى ايه التلاجات اللي هي فيها ايه، اللي فيها بقى الحاجات الجاهزة اللي هي الناجتس والستريبس والبني اللي هو الجاهز دون، اللي بيبقى مع بريدد، اللي ممكن تعمليه تحمريه وتحطيه الولاد في السندوتشات. الناجتس اهي شايفين يعني ايه، هي الحاجات دي دلوقتي اسعارها عالية الصراحة، ما كانتش كده بس اسعارها عالية زي اي حاجة اسعارها عالية طبعا. هوريكم برضو معايا دلوقتي انواع برجر واقول لكم بصراحه ايه الوحش وايه الوحش، ايه الحلو وايه الوحش فيها. شايفين ده اللي هو اسمه زاد، وحش قوي ما حدش يجيبه، لا اله الا الله، كان كاوتش، معرفش هو ده ايه، انا مع ده منفوخ، هو برجر منفوخ كده نافخينه كان حاطين فيه هوا، استغفر الله العظيم. حتى انا بقول لكم لا ما تجيبوش، والله ربنا يسامحني رميته في الزباله بعد ما عملت اول مره والولاد ما عرفوش ياكلوه، وزعلت جدا جدا لان هو مش رخيص يعني، هو مش، طب ليه يعني مش رخيص ايه ده، استغفر الله العظيم. هنا بقى الكورنر ده كده فيه اللي هو الشرايح اللي بنعمل منها السمبوسه، واللي هي بتعملي منها السبرينج رولز اهي، اللي جنبيها دي المربعات بتاعه السبرينج رولز. السمبوسه دي مش احسن براند موجوده هنا، لا التانيه الموجوده هنا اللي هي السمبوسه اللي هي السعودي، والله مش فاكره يا جماعه اسمها ايه بصراحه، باذن الله لما الاقيها المره الجايه هوريها لكم، هي مش عندهم دلوقتي. البرجر اللي انا مسكته ده اللي اسمه سبايسي، حلو قوي قوي على فكره، نضيف جدا وعشان كده هو كمان غالي. اه بصوا بقى ده حاجه كده لقيتها اكتشفتها، عامله زي السجق بتاع الشوارع، تحفة والله يجنن، بيتعمل بالفلفل والبصل ومش عارفة ايه، بتقطع حتت صغيرة كأن بالظبط السجق بتاع الشوارع. وادي الكنافة اهو والجلاش، نستعد بقى لرمضان. اهو نوع الكنافة، نوع اللي هو الصغير اللي في الكيس ده، والنوع التاني اللي في العلبة الكبيرة. شايفين ما شاء الله يا حلوين حلوين، الحمد لله ان هما بيجيبوا الحاجات دي. هنا بقى ده في التلاجة دي اللي هو ايه عارفين الفطير اللي في الفران عندنا في مصر، اللي بيتباع الواحدة بجنيه، مش عارفة ولا بكام دلوقتي، باتنين جنيه، هو ده اسمه اوريجينال برافة تقريبا، برافة حاجة كده يعني، انا اسمه ما علينا بس انا عارفة شكله. ده باكستاني،
هي باكستاني او الهنود، باكستان او الهنود هم ده المنتج ده بتاعهم، بس حلوة قوي قوي. بنحط حبة زيت صغيرين في الطاسة وهي اوريدي معمولة ومعمول لها ومتجمدة، حلوة قوي جدا، بتسهل علينا قوي. بنحط بقى عليها جبنة، بنحط عليها نوتيلا، بنحط عليها اي حاجة عايز تعمليها زي البيتزا، حطي عليها جبنة مبشورة. وده هنا هو البقوليات بقى، ده الفول اللي بنعمل منه الطعمية. وده هو البوب كورن اللي هو الفشار، الذرة بتاعة الفشار دي احسن ماركة وموفرة قوي. الكيس اللي بيبقى كبير ده، يعني الناس اللي اللي عايشة هنا في انجلترا، الكيس الكبير ده بيبقى بيوفر وحلو قوي، لو ولادك بيحبوا قوي اللي هو الفشار. وده هو اللي بنعمل منه البليلة. وبراند السفرة دي بتهالي من أشهر الحاجات اللي تحس إن هي حاجتهم بتبقى قريبة للحاجة بتاعت مصر، يعني لو ما لقيتيش مثلا منتج مصري السفرة دي يعني حلوة قوي قوي بصراحة. في ناس كانت بتقول إن السفرة دي لبناني، وبعدين الناس تقول لا ده مصري، أنا نسيت أبص هو يا مصري ولا، بس أنا يعني حاجتهم حلوة. والعدس الأصفر أهو كمان، الماركة دي اللي هي بتاعت الست اللي قاعدة كأن بتطحن حاجة، دي حلوة قوي قوي. وده العدس أبو جبة أهو اللي هي أيوة الماركة بتاعت تي ار اس، سواء كان في توابل او في رز، سوري، او في بقوليات عموما. البقوليات عموما والتوابل بتاعتهم حلوة قوي قوي. شايفين كل ده كده ايه بيبقى قسم البقوليات. انا بوريكم ده مثال لمحل من المحلات الحلال، بس تقريبا كده بنسبة 80% معظم محلات الحلال هنا في بريطانيا معظمها نفس النمط ونفس الشكل بالظبط. هنا رجعت عشان اوريكم هو الفول المصري، كاتبين عليه حتى هو فول مصري، شايفين اهو السفره، يعني اعتقد ان السفره مصري، كاتبين عليه فول مصري، هو نازل ب 2 جنيه 19 219. وده الجزء اللي ورايا ده بقى كده بقى اللي فيه السمسم واللي فيه الدقيق اللوز والفانيليا يعني عارفين اهي، شايفين الفانيليا الباودر دي، انا ما بستعملش اللي هي بصراحه، انا ما بحبش الفانيليا السايله، جربتها كتير حسيتها ما بتديش الريحه ولا الطعم اللي انا عاوزاه، فقلت لا خليني زي ما انا على النظام القديم اللي هي الفانيليا البودره. ومع هنا بقى الكورنر ده كده اللي هو ايه الالوان، واللي هتلاقي مثلا لو عايزه جيلاتين عشان هتعملي تورتايه او حاجه هتلاقي كلها بقى في القسم اللي بيبقى زي ده كده. هو يعني محل ده طور من نفسه، ما كانش كده، ما كانش عنده كل المنتجات الكبيرة قوي دي ما شاء الله والواسعة دي، فهو الحمد لله فضل الله ان هو زود المنتجات بتاعته شوية. دي هنا بقى الطحينة، طحينة النخيل دي طحينة لبناني كويسة قوي حلوة، وفي جنبها تانية اللي هي السفرة. كل حاجة كل منتج موجود هتلاقي منه من بتاعة السفرة، من اكتر الحاجات الجميلة في حاجات العرب وحاجات الحلال هي منتجات السفرة. اهو شايفين ده برطمان لحد ما صغير شوية عشان اللي مش حابب ايه ياخد برطمان كبير هيبقى كتير عليه. وهنا بقى علب دي اللي هي علب اللانشون والبلوبيف والحاجات اللي هي المعلبات دي. وده بقى اللي يعني حاببنا في الغربة الفول، علب الفول اهي اللي ما بيدمس بقى بيلجأ طبعا للعلب دي، في اللي هي حدائق كاليفورنيا دي، وفي اللي هي السفرة، شايفين اهو، وبالخلطة المصرية هو كمان، يعني شوف مش أي حاجة، وخلطة لبنانية والخلطة الليبية، كل البلاد كل البلاد عشان محدش يزعل، والخلطة السعودية كله وده متقشر وحار، وده خلطة شامية لحبايبنا بتوع سوريا وبلاد الشام يعني، اهو شايفين. فهي بصراحة التشكيلة عندهم بتاعت الفول حلوة ومتوصين بيها بزيادة عارفيننا انا لما بروح المحل ده عشان اشتري تحسي كده لا لا، وانت في المحل ده مختلف على لما بتروحي المحلات بتاعتهم هنا، المنتجات بتحسي كده يا في حاجات نعرفها. وهوريكم دلوقتي كمان حاجه مصريه، يا سلام لما بشوفها بفرح قوي. بصوا ده، لا مش هو ده، ده زيتون كلماطه حلو قوي، كانت واحده زميلتي قالت لي عليه، وبصراحه فعلا تحفه تحفه تحفه، حلو قوي، عجبني بصراحه. ولازم كل ما اروح اعمل اجيب المشتريات الشهريه لازم برطمان الزيتون الكلمات ده، بيبقى حلو قوي مع الفطار يعني. ودي حلاوه، حلاوه طحينيه، وتاني هو ده هو ده، بصوا عسل، عسل البوادي بتاع مصر، يا سلام لما بشوف المنتجات دي مصر مصر، يا سلام يا ولاد.
بصوا كنت بشوف عليه تاريخ بس الصلاحية بتاعه لحد امتى، لحد 6/2022. فالحمد لله، وفيه هنا عرق أسوس اهو شايفينه، اللي بيحب العرق أسوس يعني رمضان، وده شاي لأحمد، سوري أحمد تي، مشهور طبعا ومعروف، وبقى بقى مصريين كتير دلوقتي بيستعملوش اللي هو. ودي بقى الحاجات بتاعت التزيين وكده، بتاعت الكنافة وبتاعت حلاوة الجبنة والحاجات الحلوة دي اللي هي الشامية والسورية والكده يعني. ودي بقى توابل اهي زي ما انتوا شايفين، حلوة قوي التوابل هنا، حلوة. محدش يقول انا وحشني توابل مصر، لان بجد التوابل هنا كويسة جدا جدا يعني، كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة، البهارات الصيني والسبع بهارات، بصي 5 سبايسز اللي هي البهارات الصيني دي، فلا موجود كل حاجة، كل التوابل موجودة. وكمان في منها ان انتي تطحنيها يعني، في الحبوب. انا بصراحة من الناس اللي بفضل ان اجيبها حبوب واطحنها، علشان بتبقى بتحس ان هي بتدي نكهة اقوى، بتبقى فريش، بتبقى تحفة. هنا ده كده الجزء بتاع الرز، ده هنا كده الرز المصري اهو، السفرة شايفين عليه علم مصر اهو منور، رز السفرة ده. لو مش موجود الرز التاني اللي هو الناس بتحب رز الضحى، لو مش موجود بيبقى في بدايل ليه اهو، في سنو وايت ده كمان اهو مصري، بس ده طبعا 5 كيلو على بعض. بيبقى فيه منه اكياس صغيرة، بس النهاردة ما كانش فيه. ورز الضحى برضو حلو، لو الناس اللي تلاقيه عندها طبعا تبقى حاجة جميلة. كنت بدور هنا على نوع رز معين كده، مش فاكرة اسمه الصراحة، كنت بجيبه برضو كل فترة، هو كان 5 كيلو، للأسف ما لقيتهوش، جبت نوع تاني هجربه إن شاء الله واشوفه عامل ايه. الرز البسمتي ده بحس ان خلاص اللي يعرف نوعه وثبت عليه خلاص ما يغيروش بقى، لان هو حلو بصراحة. ايوه هو ده اللي انا جبته، حلو قوي قوي، عجبني. الحباية بتاعته طويلة كده ومش مكسرة ولا اي حاجة، وشبه اللي انا كنت بدور عليه. هو 5 كيلو عامل 8 جنيه. هنا بقى من الحاجات اللي بيحبوا يجيبوها المحلات العرب دي، حاجات اللي تحسسك بالقعدة العربي، شايفين الحاجات اللي هي المقاعد الصغيرة دي، حلوة، بتدي كده إحساس إن أنت تعملي بيتك، تخليه على نفس الديكور بتاع بلدنا هناك. قليل قوي ده، انا كمان هوريكم حاجات دلوقتي عندهم ايه. سرحوا، هم سرحوا. قربوا يخلوا الانجليزي هنا يحطوا الديكورات بتاعتنا. لا بجد والله الديكورات بتاعتنا ما شاء الله يعني، من احسن الديكورات اللي الواحد بيدخل البيت ويرتاح لها، هي الديكورات العربية. بصوا بقى، دي الايه السمنه اللي هي، لو من الناس اللي ما بتحبش تطبخ وزبده، بتجيب العلب السمنه الصغيره الخضره دي او الكبيره. وده طبعا الزيوت اهو، الزيوت والسمنه وكل حاجه اللي هي للطبيخ وكده. دي بقى اهو زيت زيتون برضو منتج السفره. وهنا كده كنت هوريكم ورق العنب، ورق العنب اللي انا بجيبه، ولا ده ولا السفره ولا اللي هو اسمه سلام ده، ولا سلام تقريبا، لا اللي ورق العنب يجيبه اسمه، اول حرف فيه بصراحه واي، انا مش فاكره هو اسمه ايه، بس حلو قوي قوي، من الحاجات اللي انا ثبتت عليها، يخت او ياكت حاجه كده. هنا بقى الفلفل الجالبينو اهو، شايفين السفره منوره في كل حته، منوره ما شاء الله ما شاء الله، جميله. والفلفل الحراق واللفت، اللفت معرفش ماركة سلام دي، انا ما بصيتش ليه، ما بصيتش دي صنع فيه، مش عارفة مخلي اللفت ده، يبقى المرة الجاية ابقى اشوفه. والمكدوس، المكدوس بالجوز، وفي الترشي، بس طبعا الترشي لا مش زي بتاع مصر، لا ولا هو مصري اصلا. وده الخيار اهو المخلل، وده السفرة برضو شايفين، دي علب الصلصه، بس بصراحه ما بجيبش الصلصه من هنا، لا الصلصه بتاعتهم في المحلات التانية العاديه، المحلات الانجليزيه حلوه جدا. هنا بقى دي من الحاجات اللي هي بتاعت الايه الصوص والحاجات بتاعت الهنود والباكستان، من هنا من المنتجات التحفه التحفه اللي انا بجيبها واعمل بينها الكاري، اللي هو ده الماركه دي، اللي هو اسمها باتاكس دي، ولا مش عارفه، هي تقريبا ماركه هنديه، بس حلوه قوي 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 يعني. لو عايزه تعملي كاري حلو، فراخ او اي خضار او حاجه، هاتي اللي هي الماركه دي. ده الخل اهو، شايفين برضو السفره، برضو الخل بتاعه حلو جدا، عادي خالص زي الخل بتاعنا بتاع بلدنا.
الخل ده بقى الخل الابيض ده مش موجود في المحلات بتاعتهم هنا، هما عندهم هنا خل كده اسمه مالت فينيجر، مش ملوش علاقة بينا خالص، لونه بني وطبعا ملوش دعوة بالنكهة بتاعتنا خالص. وده ماء الزهرة اهو، برضو سفرة، سفرة ما شاء الله اكتسحت كل المنتجات العربية هنا. اخر جزء هوريه لكم كده معايا، افرحكم بس اضحكوا معايا. منتجات بقى الحلل الالمونيا بقى عارفين، والكنك بتاع القهوه والحاجات دي، الكورنر ده اللي هو الحلو كده، تحسي ان انت دخلتي محل عربي. اهو والله حلل الالمونيا وحاجات حلوه كتير. هو يمكن منعكش بس شويه النهارده، بس هو في ايام تانية بيبقى متظبط وحلو، حلو قوي قوي بصراحه. وطبقه هي زي اللي كنا بنقول عليها في مصر ناس اسم اركوبال، مش عارفه دي اركوبال ولا صيني. وهو شايفين الصينيه الكبيره دي حلوه، بس طبعا الاستنلس بتاعهم خفيف خالص، مش هو الاستنلس الحلو. ودي كانت مقفوله، قافلينها بلزقه او حاجه. وهنا على جنب اهو كان في، شايفين طبليه، يعني شوفوا بقى طبليه بس ليها رجل بتتقفل منها. يا الله يرحم بقى ايام زمان. هنا بقى كده الحمص والحاجة رمضان، هتشوفوا دلوقتي حاجة رمضان هوريكم جزء منها. هي موجودة على طول طول السنة، مش عشان رمضان قرب ولا حاجة، لا هي موجودة في المحلات دي طول السنة، سواء كان قمر الدين ولا التمر ولا التين المجفف او مش هي كل ده موجود طول السنة، ما بينقطعش ابدا ابدا. هوريكم برضو ايه اشكاله النهاردة دلوقتي اهو، شايفين ادي قمر الدين اهون، وجنبه على اليمين اهو ال اسمه ايه التين المجفف اهو، والمشمشية، وهنا برضو مشمشية تانية، هي نوع تاني. وده كل بقى اللي فوق ده كله هو ايه التمر، كل اللي فوق التمر. زي ما انا وضحت ان المحلات هنا كلها بتبقى يعني نفس الستايل كده ونفس الشكل. انا يعني انا عشت في مدينتين الاتنين كانوا نفس النظام بالظبط، المحلات الحلال كده ونفس الترتيب ونفس المنتجات، كله كله هي هي، بس بيبقى الواحد محظوظ شوية لما يكتروا المنتجات دي ويضيفوا بلاد أكتر، ويجيبوا مثلا من مصر أكتر، يجيبوا من العراق أكتر، يجيبوا من الإمارات كده، فاهمة؟ ده بيبقى أحسن. دي بقى الجبنة هي زي بتاعتنا في مصر اللي هي الفيتا، وفي البوك اللي هي الأشهر. فبتمنى يا رب يكون الفيديو النهاردة كان بالنسبة لكم جديد، وحاجة أو يعني لو في مصر حاجة أول مرة تشوفوها، أو في أي مكان تاني في الدنيا أول مرة تشوفوه، يكون مختلف شوية عن محلاتنا في بلادنا. وإحنا هنا بنحب المحلات دي لأن فيها كل الحاجات اللي إحنا بنحبها، وكمان فيها الحاجات الحلال اللي نقدر نجيبها وإحنا مطمنين، ما فيهاش كحول، ما فيهاش الجيلاتين اللي هو الخنزير ده. فالحمد لله رب العالمين. ده هو كل التلاجة دي بقى فيها اللانشون والسلامي والسوسيس والحاجات اللي هي المصنعة دي، ما انصحش بيها طبعا، انا بس بجيب مرة كل شهر لان انا بعمل اللانشون هنا في البيت. بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. وبإذن الله وعدكم الفترة الجاية ننتظم تاني وننزل فيديوهات دايما باستمرار، وتكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.